هل ما حتصدق اذا قلت لك ان لعبه جوان المرعبه مبنيه على احداث حقيقيه؟ تامارا سامسونا كانت تحب الطبخ وتجربه اطباق مختلفه، لكن كانت تفعل ذلك بلحوم البشر. عاشت تامارا مع زوجها في شارع ديموتو في سان بيترسبورغ. اللي يسألني وين سان بيترسبورغ ما ادري، روح ابحث عليها بالجوجل وتلقاها. وفي عام 2000 فجأة اختفى زوجها، وبعدها تامارا تؤجر مكانا لها، ولكن بعد ما جلست مدة في البيت تجادلت مع صاحب المنزل، وتغطى صاحب المنزل الى قطع متعددة، وتصنع وجبة مختلفة من كل قطعة، مثلا مرق بامي بلحم البشر، مفطح بلحم البشر، محروقة صبع بلحم البشر، يومية وجبة. ومنذ ذلك اليوم احبت تامارا لحم البشر وقتلت 12 شخص واكلت لحمهم، وكانت اخر ضحيتها احد جيرانها. سجلتها كاميرا المراقبة وهي تاخذ راس ضحيتها بالجدر وتميها خارج المنزل، وأدى الموضوع لاعتقالها.